هل كنتم جماعات ويمكن قلت تقريبا واحد المعجزة أنهم يتوهم كنتم كلهم مشيطة أو المتابعة الوطنية فحسكنا في ما شو حسين قد يخرج من الدار وكيمشي يسكن وحدي ولا يخرج الحالي ولا هذا البيت كانوا كيداروا والبيت كيدا ملحقة بالمكتبة ديالو والكتبان كيداروا هيك كيرسطوا هنا كيما كيبقاو فيها تحليل بين حنا كنرجعوا خصنا نقول الحوايج ديالنا واخا برا لأنه هو ذاك الكتبة ذاك الديوات ديالنا كل شيء رجع ديالو هو الكتبة رجعوا هنا إذا هذه وحدة والثانية هي السنوات الأخيرة ديال حياتي بدات المراكز كله وفينا نديرو هاد الكتوبة دابا شريت بزاف الكتوبة نبقى يعني فين نديرو هاد الكتوبة دابا كنت كنقول لها سي واحد الرسول غير التوحيد كي كيجمع الكتوبة وكيعملو واحد الصلاة وكيديهم كيفاش كيعطوهم المكتبات ديال الثانويات وعطاوهم المكتبة ديال التوحيد ديال مؤسسة التوحيد سيكوا باش كيخرجو من محلة المكتبة وكيدخل على الأمر كيقول لها عطاوهم ليها باش تحتاج حتى المهمة باش يكون غير عطاوهم ليها ما مازال كدير حتى كتبير وهو كيعرف ومشي كيحط هاد الكتب هادي كيما هادي راه واحد تقريبا واحد المعجزه اللي طلعوا هاد الكتب لانها هو كيوزعهم لان بالنسبه للكتب خصها الكل يشاركهم دابا نشكركم كلكم جميعا على الحضور وكتشرفتونا بهاد المناسبه شكرا جزيلا